السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في الأول نقول لكم عودة ميمونة لأولادي وبناتي في الدخول المدرسي، كذلك الأساتذة الزملاء. لحين نبدأ إن شاء الله نطرح كامل الدروس السنة الخامسة، وراح نبدأ بالدرس الأول في الكتاب حسب الكتاب المدرسي. والدرس الأول هو لي زاجيكتيف نيميرو. رايحين نديرو في هاد لا فيديو هادي، رايحين نديرو شرح الدرس والطريقه، ونعطي له امثله، ونعطي لكم طريقه جد سهله وبسيطه يستطيع بها ابنك ولا بنتك ان يكتب كامل الارقام بطريقه سهله. وفي الاخير رايحين نديرو تمرين ونصحوه مع بعضنا. خليونا نبداو على بركه الله. الدرس الاول في الكتاب المدرسي هي لي زادجكتيف نيميرو. رايحين واش معناتها نشرح قبل واش معناتها لي زادجكتيف. لي زادجكتيف نيميرو هي الصفات العدديه، الصفات العدديه. لي زادجكتيف هي الصفات، نيميرو هي العدديه. تنقسم هذه الصفات العدديه الى قسمين، عندنا كاردينو اي اوردينو. كاردينو معناتها الاعداد بالحروف، اي اوردينو هي الرتب يعني الترتيب. ثم نقولوا لي زادجكتيف نيميرو كاردينو اي لي زادجكتيف نيميرو اوردينو. في هذا الدرس الاول رايحين نديروا غير لي كاردينو، لي زادجكتيف كاردينو. اوردينو راح نديروها في درس لاحق بربي ان شاء الله. اذا هذا نحوه دوكا، دوكا نديروا غير هذا برك. نبداو لي زادجكتيف نيميرو كاردينو شنو هي. هي الارقام، الارقام والاعداد هي تنقسم الى قسمين يا اخي هكذا. الاعداد كاين اعداد سامبل يعني بسيطة، أعداد سامبل مثلا 8 4 5 اون فرونسي 8 4 5 يعني فيها رقم واحد. وعندنا أرقام كومبوزي سي دي نيميرو كومبوزي يعني معناتها مركبة يعني تتكون من رقمين أو ثلاثة أو آلاف، فيها يعني عشرات مئات آلاف بالعربية. هذه هي الأرقام كومبوزي مركبة. دركا الان ماذا يجب ان نفعل؟ واش حاجه اللي لازم نعرفها؟ يجب ان نحفظ يعني نحفظ التلاميذ الارقام من هذه الطريقه اللي راح نبداو نديرو بها. لازم التلميذ ولا ابنك يتعلم الارقام من 1 ل 16 كتابه، لازم يحفظهم 0 1 2 3 4 5 pardon 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هذه من 0 حتى 16 لازم يعرف كيفاش يكتبهم كامل. هم بعدا يزيد تحفظي له هذه 20 30 40 50 60 وزيد 100 و 1000. هذه الارقام من 1 ل 16، وهذه من 20 حتى 60 و100 و1000. هذه لازم تحفظي له كيفاش يكتبهم. بعد ما يحفظهم مليح مليح كيفاش تكتبوا، بعد خلاص يولي ابنك يعرف يكتب كامل الارقام كيفاش يقدر. بعد ان تحفظوها جيدا نولي يقوم بعمليه الربط الكتابة كل الأرقام مركبة. كيفه يعني؟ مثلا 3 8 نورمال 3 حفظ كيفاش تكتب 3، 8 حفظ كيفاش تكتب 8. دوكا كيعود عندنا أرقام فيها عشرات ولا مئات ولا، يولي يدير يربط يربط. هذا 25 20 حفظوا كيفاش تكتب 20، هاي 20. و 5 حفظ كيفاش تكتب 5، يولي يربط بها بهذا التخي، يقولوا له ان تخي دونيون، ان تخي دونيون 25. مثال واحد اخر 36 36 36 30 يكون حفظتيه كيفاش يتكتب 30، و 6 على باله كيفاش يتكتب 6 يولي يربط بتخي دونيون 36. مثال واحد اخر 66 66 70. هنايا 60 10 70
66 هذا 60 66 هذا 70 70 يولي يكتب باردون 70 90 90 بعد ما يحفظ هذه نقول لكم الخلاصة تاعه لاجيكتيف تاع واش قلنا كامل لاجيكتيف كاردينال اي توجور ان فاريابل معناتها هي ارقام تكتب بطريقة ثابتة لا تتغير دائما لا تتغير الارقام وكل نفسها جامي تتبدل الا صف 1 اي 20 اي 100 1 واحد اي 20 اي 100 كيفاه كيفاه كيف ومتى دوكا نقول لك كيفاش ووقتاش يتبدلوا هذو باغ اكزومبل لو 1 نبداو في الان 1 يولي اون عند الاسم المؤنث مثلا اكزومبل جي ان فرير اي اون سور كي يعود الاسم هنا ان نو ماسكولا ندير له 1 بصح كي نعود عندي ان نو فيمينا ندير له اون عندما يكون عندي اسم مذكر ندير ان كي يكون اسم مؤنث ندير اون نكملو ان غارسون اون في هذه الاستثناء الاول معناتها ان يولي اون عند الاسم المؤنث نو فيمينا يولي اون عندنا الاستثناء الثاني واش كاين فيه قلنا لو 20 اي 100 ثاني يتبدلوا وقتاش كي دون سيغتان كا برونون ان اس كيفاه متى يعني برونون ان اس 100 اي 20 من في بعض الحالات ال 20 وال 100 وال 100 نضع لها ان اس في الاخير مثلا نعطي لكم امثله هنا 300 نقولوا 300 300 طروا زائد هي زعما هي 3 زائد 100 هي 300 100 نزيد لها اس ليه باسكو جات هي الرقم الاخير في العدد هي الرقم الاخير في العدد لما يجي لو 20 ولا لو 100 في المرتبه الاخيره لا يوجد عدد وراءه يعني ما كاش نيميرو واحد اخر وراه هنا لو 100 ولا لو 20 نحط له ان اس ندير لكم ان اوتر اكزامبل 304 هنايا 304 304 3 نعرفنا كيفاش نكتبوه و 104 100 ما درتلوش ان اس ليه باسكو جا رقم واحد اخر وراه مش هو الاخر هنا في الحاله هذه لو 100 ما نديرلوش ان اس لا لا قلنا لو 100 وقتاش نديرو اس كيعود هو الاخر ما كانش رقم واحد اخر وراه كاين كتيبه كاين نو مهم كاين وحده كانش مهم هو في الرقم يجي هو الاخير المرتبه الاخيره كيعود وحده في الوحدات 100 وحده 100 ما نديرلوش قلنا غير كيعود في مرتبه العشرات وروح عشرات المئات وكاع بصح يجي في المرتبه الاخيره بصح كيعود 100 وحده ما نديرلوش هنا 520 لو 100 جا في الوسط ما نديرلوش 100 520 لو 100 ما نديرلوش باسكو كاين رقم وراه لو 20 قلنا تاني في بعض الحالات ندير له اس اس وقتاش هنا تاني كيف كيف كيما ال 100 جا في المرتبه الاخيره تاع الرقم اذا نحط له لو اس الخلاصه وشنو هي الخلاصه تاعها هنايا اضع لو اس حين ياتي الرقم لو 100 ولا لو 20 في المرتبه الاخيره للرقم اي لا يوجد بعده رقم هذه هي انا نعطي لكم هذا برس كيجمل لكم كامل واش قلت لكم ها 988 مازال نزيد لكم 8 80 فوالا 88 هنايا شوف لو 100 ما درتلوش باسكو كاين رقم واحد اخر لو 20 ثاني ما درتلوش باسكو كاين رقم واحد اخر بصح كي يجيني في الاخر ها ندير له ان اس
هذه هي الاستثناءين الموجودين. في الاخر راح نديروا ان اكزيرسيس وان شاء الله نحبسوه، نخلي وليداتي يديروه يعالجوا هذا التمرين، ومن بعد عاودوا رجعوا للفيديو ونكملوا معكم التصحيح مع بعضنا. الاكزيرسيس اكري لي شيفر اون لتر، في يعني معظم الحالات ومعظم الاسئله اللي يجيو على الدرس هذا يقول لك يعطيك لي نيميرو يقول لك اكري اون لتر، ولا يعطيهم لك اون لتر يقول لك اكري اون شيفر، ولا في بعض الاحيان يقول لك غولاب دو تيكست ان ادجكتيف كاردينال. فوالا انت هو يكون يعرف الارقام يروح ينحي من النص هذاك الرقم اللي يلقاه ينحيه. نبداو لا بروميير كاستيون لا بروميير فراز. ايزون انفيتي 300 بيرسون. Ils ont invité 300 personnes. Ils ont invité manger un pomme par jour. Manger un pomme par jour. Ce pharmacien vend 80 boîtes. Ce pharmacien vend 80 boîtes. Le ticket coûte 100 dinars. Le ticket coûte 100 dinars. دوك نبداو ديروا الحل هنايا. ها روحوا نتوما قبل حلوه ومن بعد وليو معايا لا فيديو نكملوها. 300 نكتب 3 و 100 100 هنا ندير له ان اس باسكو هو الرقم الاخير في المرتبه تاعو المرتبه الاخيره. ومن بعد نكمل لا فراز بيرسون. فوالا manger un pomme par jour. Manger, واش نقولو؟ ان ما نقولش ان. وكيفاش نقول؟ كيفاش نقول ان ولا اون؟ نقولو اون. تري بيان، نقول اون بوم بار جور باسكو لا باسكو لا بوم سي ان نون فيمينان. نقول اون بوم بار جور، نقول manger اون بوم بار جور. تري بيان أحسنتم. Ce pharmacien vend 84 20 ثاني بوات. باردون هنا 80 بوات 20 ثاني نحط له اس باسكو جاني في الرقم الأخير، إذا نحط له اس. هنا لو تيكي كوت 100 دينار، إذا باردون نقولو 100 100 بوحدو ما عندوش ان اس. نورمالمون هكذا نكونو وفينا الدرس هذا تاع لي زادجكتيف كاردينال. هو درس يعني جد بسيط وسهل. ما تنساوش لي لايك ودعم وبارطاج بيان سور اللي كيتعم الفائده، وخليو لي تعليقاتكم للمره ان شاء الله الجايه والفيديو اللي جاي باذن الله. السلام عليكم. سلام.